كما تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. أهلا بك سعادة الأستاذة في نشرة أخبار الثالثة. ما هو أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم مع سلطنة بروناي دار السلام التي تختص بشؤون المرأة، وما أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين؟ نعم، سأبدأ أولا بالحديث عن أهمية المذكرة بالنسبة للبحرين، كونها تأتي في سياق الصداقة العميقة بين البلدين، فالتعاون بينهم قائم على تفاهمات أخوية وتقارب بين في المواقف على صعيد العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وهذا كله طبعا نابع من حرص قيادة البلدين بأن تستند العلاقات الثنائية على قاعدة واسعة من المصالح المشتركة، ومن بين ذلك طبعا مجال المرأة الذي قطعت البحرين في أشواط متقدمة ولديها نموذجها الخاص الذي تبادر دوما ولا تبخل بمشاركة الأصدقاء والأشقاء خلاصة تجاربها والمتراكم من الخبرة، وهو ما نتطلع له من خلال هذه المذكرة مع الأشقاء في سلطنة بروناي. وبالنسبة لاستفسارك عن أبرز ما تضمنته المذكرة، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على الاستفادة من خبرة البلدين والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات المرتبطة بعمليات تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في التنمية. تم التركيز كذلك على تبادل المعلومات والدراسات والبحوث النوعية ذات العلاقة بقضايا المرأة، وكذلك ستهتم المذكرة بتطوير مجالات التعاون بين المنظمات النسائية في البلدين. ونقطة جدا مهمة أيضا ركزت عليها المذكرة، وهو جانب إجراء المشاورات الثنائية وعقد الفعاليات المشتركة، مع التركيز على تنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية. سعادة الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شكرا جزيلا لك.